حياكم الله، وللاطلاع على آخر الأخبار المنخفض والتطورات الجوية ينضم إلينا عبر سكايب المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر. أهلا بك محمد. إلى متى سيستمر تأثير المنخفض على المملكة؟ مساء الخير لك ولجميع الإخوة المشاهدين. طبعا المملكة يعني خلال الساعات الأخيرة الماضية بدأنا نلاحظ عليها بدأت تراجع على يعني كمية الهطولات وتواصلها إثر تحرك المنخفض الجوي نحو الشرق والشمال الشرقي. سأتحدث سريعا اليوم كملخص عن الأحوال الجوية في المملكة. الأمر الأول هو أتحدث عن ابتعاد المنخفض الجوي الآن عن المملكة. الأمر الآخر، تندفع غدا طيارات هوائية رطبة اعتبارا من هذه الليلة إن شاء الله. وأيضا الأمر الثالث هو يتوقع أن يكون لدينا موجة من الصقيع ليلة السبت على الأحد، واسعة النطاق بمشيئة الله تعالى. آخر صور الأقمار الاصطناعية في هنا في مركز طقس العرب تشير تقريبا إلى أن المنخفض الجوي قد تحرك إلى شمال شرق الأراضي العراقية مبتعدا تماما عن المملكة، وأصبحت المملكة تدخل ضمن تأثير تيارات هوائية غربية رطبة قادمة من شرقي البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، كما راعت كميات كبيرة من السحب والغيوم التي تترافق مع هذه التيارات الهوائية الغربية الرطبة بدأت تغطي سماء المملكة، في حين أن حزم السحب والغيوم الماطرة والثلجية تحركت مبتعدة عن المملكة ووصلت إلى شرقي الأراضي العراقية. هذا ما تظهر أيضا خرائط الضغط الجوي التي تشير إلى ابتعاد هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية معه نحو الشرق والشمال الشرقي مبتعدة عن المملكة وتدفق تيارات هوائية رطبة، مما سيعمل بمشيئة الله تعالى على تجدد الهطولات المطرية يوم غدا في أجزاء من شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الشرقية وربما بعض المناطق الجنوبية، ولكن تركز هذه الأمطار يكون أكثر شيء في المنطقة الشمالية من المملكة تليها المنطقتين الوسطى والشرقية على شكل زخات، كما أنه من هذه الأمطار قد تكون على شكل زخات ثلجية أو أمطار مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية سواء الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، وفي الغالب لن تكون لها أي تأثير على أرض الواقع. بعد رحيل هذه التيارات الهوائية الرطبة غدا يتوقع بمشيئة الله تعالى يوم السبت أن يمتد ما يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري. هذا المرتفع الجوي السيبيري يتوقع أن يمتد نحو المنطقة والمملكة، مما سيدفع برياح شرقية جدا باردة ويتوقع أن تتدنى درجات حرارة ليلة السبت على الأحد في العاصمة عمان وسائر مناطق المملكة إلى مستويات متدنية، مما سيعمل لحدوث موجة من الجليد والانجماد وتشكل للصقيع. نعود للحديث عن الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، فالأجواء تكون يعني باردة إلى شديدة البرودة بمشيئة الله تعالى، والأجواء بوجه عام يعني ستكون باردة مع هطول لبعض الأمطار المخلوطة بالثلوج ودرجة حرارة الصغرى 3 درجات مئوية. طبعا هذه الهطولات الأمطار المخلوطة بالثلوج ليست مؤثرة بشكل عام. طيب نعم. محمد، إلى ماذا تشير الخرائط بصورة عامة في قابل الأيام؟ هل تتوقعون وجود منخفض قادم مثل هذا المنخفض الثلجي الذي أتى إلى الأردن؟ يعني بشكل عام خلال المنظور القريب السبعة أيام القادمة بمشيئة الله الطقس سيكون بارد بوجه عام، هناك أمطار يوم غدا. يعني لو أشير لك كيف توقعات طقس خلال 3 أيام القادمة، نلاحظ أن مثلا غدا درجة حرارة في العاصمة 6 درجات الصغرى درجتين مئويتين، يوم السبت ترتفع درجة حرارة 9 درجات لكن الصغرى درجة مئوية تحت الصفر، ويوم الأحد 10 درجات العظمى والصغرى 5 درجات مئوية في ساعات الليل. بشكل عام في العشرة أيام القادمة لا يوجد لدينا توقعات بوجود منخفضات جوية كبيرة أو أنظمة جوية كبيرة، هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تحت المراقبة يتوقع أن تؤثر المملكة يوم الثلاثاء المقبل، ولكن حتى الآن لا يوجد بالأفق منخفضات ثلجية مثل هذا المنخفض الجوي المسيطر أو الذي سيطر على المملكة، ولكن نحن في نهايات شهر شباط وهناك مرتفع جوي على غربي القارة الأوروبية، كل شيء وارد للتغيير وأن طبعا تحدث تغييرات جوهرية في الحالة الجوية في المملكة. المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. العفو يا خلاص.